السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، ربي تكونوا دايما بخير. وقدم لكم اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء وسعر الدولار في البنوك واسعار الذهب ليوم الاربعاء 3/1/2023 من قناة انا وحياتي. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اولا سعر الدولار في البنوك 30.95 جنيه. اسعار الدولار والعملات في السوق السوداء كما ذكرتها مواقع التواصل الاجتماعي: الجنيه الاسترليني 66.95 جنيه، البيع 67.44 جنيه، الدينار الليبي 11.04 جنيه، البيع 11.24 جنيه، الدينار البحريني 139.90 جنيه، البيع 144.90 جنيه، الريال العماني 136.98 جنيه، البيع 141.98 جنيه، دينار الأردني 74.31 جنيه، البيع 75.81 جنيه، دينار الكويتي 171.57 جنيه، البيع 176.57 جنيه، الريال القطري 14.48 جنيه، البيع 14.68 جنيه، الدرهم الإماراتي 14.36 جنيه، البيع 14.56 جنيه، الريال السعودي سجل يوم في السوق السوداء 14.06 قروش، البيع 14.26 جنيه، اليورو في البنوك سجل 58.03 قروش، البيع 58.53 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم كما ذكرت موقع التواصل الاجتماعي: الشراء 52.73 جنيه، البيع 53 جنيه. ارتفاع طبعا في اسعار الدولار في السوق السوداء، يمكن السوق السوداء ما حصلش انخفاض فيها يمكن غير يوم او يومين، وبعد كده الدولار رجع تاني لارتفاعه الكارثي. اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغه: عيار 18.764 جنيه، عيار 24.3686 جنيه، عيار 21.3225 جنيه. الدولار كنا الفيديو اللي فات 3200، انها دلوقتي 3225 بالنسبة للعيار 21. الجنيه الذهب سجل 25.800 جنيه، وبرضو الجنيه الذهب زاد 200 جنيه خلال ساعات بسيطة. بشكر حضرتكم اخواتي، بتمنى لكم دايما كل الخير. في الختام دايما اسأل الله لكم الخير كله عاجله واجله، وفي الختام اللهم امين على كل دعوة في قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.